السلام عليكم يا أغلى الأحباب، مرحبا بكم على قناة أسرار توحة. اليوم غادي نقدم لكم طريقتي في عمل الكرعين أو الكوارع. هنا عندي الكرعين أو الكوارع ديال الخروف اللي مقطع ومغسول بالحامض. هنا عندي الحمص اللي مرقد هو في الماء ليلة كاملة. هنا عندي جوج بصلات صغار مقطعين. هنا عندي 4 ديال الفصوص ديال الثوم اللي محكوكين. هنا عندي القزبر ومعدنوس جوج معالق كبار. هنايا عندي الحامض المصير او الليمون المخلل، وهنا عندي الفلفل الاحمر الحلو معلقه صغيره، عندي معلقه صغيره ديال الفلفل الحار الاحمر الحار، هنا عندي معلقه صغيره ديال الملح، معلقه ونص صغيره ديال الكمون، ومعلقه صغيره ديال الفلفل الاسود، ومعلقه صغيره ديال الكركم، معلقه صغيره ديال الزنجبيل او سكنجبير، وورقه الغار او ورقه سيدي موسى. والزيتون الاخضر، لو عندكم الزيتون الاخضر تقدروا ديروا الزيتون الاحمر. بالنسبه للكميه ديال الحمص وديال الكرعين على حسابكم نتوما. هنايا درت شويه ديال زيت الزيتون وشويه ديال الزبده. بالنسبة للكمية ديال الكرعين او الكمية ديال الحمص فعلى حساب. انا درت هاد المقادير هذا لان كان عندي بزاف ديال الكرعين، ثم على حساب العائلة ديالكم، يعني على حساب الكمية، يعني عينكم ميزانكم. هنا غادي ندير البصلة باش غتحمر. هنا ملي تحمرات لي البصله غادي نزيد عليها الثومه. غادي نخليها شويه تحمر. غادي ندير الكرعين. هاتي راجعو معلكين وغزالين. المهم هنايا سمحوا لي، مشى لي المقطع اللي كنت ندير فيه الحمص والمكونات والتوابل. المهم هنا درتهم وسديت على الطنجره ديال الضغط ودرت لها الصفاره وخليتها 30 دقيقه. بالنسبه للماء ما ديروش بزاف ديال الماء باش الكرعين يجيكم معلك ويجيكم زوين، يعني ما تكتروش شي الماء، ديروا غير النيفو، يعني خليوا الكرعين يعني يبان، ما تغطيوش الكرعين بالماء. الطبق ديال الكرعين او الكوارع بالليمون المخلل او الحامض المصير جا غزال وزوين ومعلك، وتاكلوا صوابعكم وراه والله. المهم شكرا لكم بزاف، ويربي نكون خفيفة على قلوبكم، ويعني جربوه راه ما غاديش تندموا، جربوه راه غزال. شكركم بزاف بزاف، شكرا لكم جدا جدا، وشجعوني باشتراك ولايك.